الفتره ديال الحجر الصحي هنايا القرود والحيوانات اللي كتكون هنايا ما لقاتش السياح اللي غادي يجيو انهم يعطيوهم ياكلوا هذا. Vraiment, on a beaucoup souffert toute l'année 2021 avec cette pandémie de Covid. Vraiment, toutes les accès étaient fermés. Les gens, ils ne peuvent pas voyager. البيع ما كاينش قليل حتى الزوار اللي غادي يجيو غادي يدخل اللي راه عارف شنو عندنا في المحلات ما كاينش اللي تيجيو تياخذ فكره عندنا ولا سميتو تيجي هو خصو ياخذ صورات ويمشي بحاله ما تيضربوش دور عندنا لهنا المحلات ولا.